حزب الرأي الوطني احنا كذين التأشيرة القانونية سنعلن في بحر الأسبوع القادم على المكتب التنفيذي للحزب اللي هو متكون من روافد مختلفة نقابية عروبية تجمعية سابقة مستقلين يساريين، وسنعلن بعض برامجه في المدى القصير أيضا في بداية شهر جانفي. يعني بعض الأسامي على سبيل الذكر لا الحصر: محمد عياض الودرني كان وزير التربية سابق ومدير ديوان رئيس بن علي سابقا، الهادي الغضباني اللي هو لمدة 20 سنة أمين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل مكلف بالوظيفة العمومية، سعيد بحيرة اللي هو دكتور دولة في التاريخ وكاتب عام وزارة الخارجية لمدة طويلة وممثل تونس في برشلونة سابقا وممثل تونس في المغرب أيضا. احنا منفتحين على كل الأطراف السياسية، الغاية في تقديرنا الآن توانسة ملوا من العركة مع بعضهم، ملوا من الصراعات الديك التي تقام، والأصل في الأمور أن يتصالح التونسيون مع بعضهم على قاعدة ديمقراطية، على قاعدة وطنية لا يوجد فيها إفلات من العقاب الذين أخطأوا، ولكن ألا يكفي كل هذه الخصومات المتواصلة مدة 10 سنوات والصراعات التي ذهبت بالبلاد إلى الدمار؟ احنا عندنا فكرة، نريد أن نجمع البلاد على مشروع وطني وأن تنهي تونس الخصومات التي تتدهور بها كل